أهلا بكم. ظهرت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي وتزايدت أهميتها مع توالي الأعوام وانتشار الإنترنت بشكل واسع، إنها الصحافة الإلكترونية. غير التطور الهائل الذي لحق بوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الأخيرة خريطة المنافسة في عالم الصحافة، في ظل تضاعف أعداد المستخدمين وقيام غالبية المؤسسات الصحفية على الصعيدين العالمي والعربي بإصدار نسخ إلكترونية لمطبوعاتها الورقية. بإمكاننا أن نرى أن الصحف الورقية في تراجع، لكن في نفس الوقت أنا أتحدث عن عرب نيوز، ولكن نفس المثال ينطبق على نيويورك تايمز. لم يحدث في تاريخ هذه الصحف هذا العدد من الإقبال من القراء. يعني نعم، ربما يكون قل توزيع الصحف الورقية، ولكن الناس الذين يدخلون على الموقع الإلكتروني ويتابعون الأخبار هم أكثر من أي وقت مضى. فبالتالي لابد من النظر على إلى هذا الموضوع بشكل إيجابي وليس سلبي. ما ينطبق على الكتاب كما ذكرت سابقا بخصوص وجوده على منصات التواصل ووجوده كموقع إلكتروني ينطبق أيضا على الصحف. المهم أن يبقى اسم الصحيفة. ووفقا لدراسات في هذا المجال، انخفضت على مدى السنوات الماضية نسبة قراءة الصحف الورقية بشكل كبير بالتوازي مع ازدياد عدد قراء الصحف الإلكترونية. تراجع له أسباب متعددة، على رأسها تردد القارئ في دفع ثمن للخبر في الوقت الذي يطلب فيه معرفة هذا الخبر لحظة وقوعه دون حاجة لانتظار صدور الصحيفة صباح اليوم التالي. ويعود تاريخ أول نسخة إلكترونية لصحيفة ورقية في العالم إلى عام 1990، حين أطلقت صحيفة هيلسينغبورغ داغبلاد السويدية نسختها الإلكترونية بالكامل على شبكة الإنترنت. تلتها شيكاغو أونلاين الأمريكية عام 1992. وعربياً كان لصحيفتي الشرق الأوسط والنهار الصدارة في هذا المجال قبل 20 عاماً، بينما كانت صحيفة إلاف أول صحيفة إلكترونية عربية خالصة لا تستند إلى مطبوعة ورقية وشهدت النور عام 2001.